وثائقيات حكيم. الضفة الأخرى للواد. فورا انكوراجي سبورتينغ باسكو اون لا ميم كولور دو تيران دو سبورتينغ. عبارة عن أفلام وثائقية مصغرة حول مدن تاريخية عبر العالم. برنامج اللي غادي يكون البث ديالو في اليوتيوب. كل مدينة زرتها غادي نتقاسم معكم تجربتي فيها، سبب الزيارة، تاريخ المدينة، الساكنة، المعمار والبنايات القديمة اللي مازال متواجدين منذ قرون. مقارنات أيضا ما بين المدن التاريخية. مقارنات أيضا بين الفن اللي كيتمارس في الشارع ديال كل مدينة قديمة. وثائقيات حكيم، من خلال هذا البرنامج غادي نحاول نوصل لأقصى العالم والمدن العتيقة اللي مازال متواجدة. تقدروا تعيشوا هنا؟ كل طلبات العيش هنا. حاجة ديالنا يا توريست مزيان. غادي نكون ممتن لكل واحد ساهم في نجاح هذه التجربة، سواء ملاحظة أو رأي أو نشر الحلقات المقبلة مع أصحابه. وثائقيات حكيم كانت في البداية مجرد حلم، ودابا ولات حقيقة بالتواجد ديالكم. ساريتي شوية؟ هاد البحر كاين في الحدود ما بين اسبانيا وفرنسا. اللي تقبلنا في مراكش. الاشتراك ديالكم بالقناة على اليوتيوب غادي يكون هو اكبر دعم يمكن تلقاه باش تكون الاستمرارية. دابا ما عليا الا نقول لكم شكرا.